اهلا بكم من ADS Securities في ابو ظبي. تشير تقديراتنا بالنسبه للدولار كاد بوجود اجواء سلبيه تحت مستوى الواحد. اشارات السوق هذا الاسبوع سلبيه وقد تاكد ذلك في التداولات. ارتفعت مستويات الزخم السلبي مما يشير الى ان رغبه البيع قويه، وقد راينا ذلك يوم الخميس مع انخفاض السوق 75 نقطه في التداولات الاوروبيه. أما اليوم فقد تحسنت الأسعار بعد انخفاض السوق 50% من مكاسب يناير، ولكن لا يوجد أي إشارة بأن رغبة البيع قد تضخمت، فنرى في التداولات اليومية نمط هبوط الأسعار وأي ارتفاع قد يكون مؤقت. من هنا أقول أن الأجواء سلبية تحت مستوى الواحد، والمستويات المستهدفة هي 0.9957 وهو أدنى مستويات التداول يوم أمس، ثم 99.23 وهو انخفاض بنسبة 62% وصولاً إلى 99. شكراً.